وحدث من بعد سنتين من الزمان. يبقى يوسف حط أمله في رئيس السقاة سنتين، أو يعني سنتين وهو ما فيش أي رد، لغاية ما تأكد أنه مش هيبقى فيه رد من رئيس السقاة. أن فرعون رأى حلما وإذا هو واقف عند النهر، وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، روضة يعني حاجة خضرة كده. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والثمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية، وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ثمينة وحسن. ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الثمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفس زعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي. فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة، أنا وهو حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه. وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرطة، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي أما هو فعلقه. نحكي بسرعة. فرعون بقى هو اللي حلم، جه بقى وقت اللي كان مرتبه ربنا، فات على القصة دي اعتقد، والقصة ابتدت وهو عمره كام سنة؟ 17، أول مرة بعت أبوه يروح يسأل على إخواته. يعتقد في الوقت ده اللي هيبقى خلاص حاكم مصر كان وصل 30 سنة. ف13 سنة من ساعة ما ساب بيت أبوه واترمى في البير واتباع عبد، وقعد كذا سنة في بيت فوتيفار، وبعدين اتسجن، وبعدين أهو من ساعة ما دخل رئيس السقاة سنتين ونسيه. ففرعون حلم، انتوا كلكم عارفين الحلم، سبع بقرات شديدة وسمينة طالعة كده من المية وبتاكل، وبعد شوية طلعوا سبع بقرات رفيعين جدا هزلانين جدا كالوا البقرات دي، وصحي لأنه طبعا منظر مفزع ان بقرات ضعيفة جدا تاكل بقرات سمينة، وبعدين سبع سنابل برضو سمينة وحسنة، وسبع سنابل رقيقة وملفوحة كده بالريح يعني شكلها تعبان، وبعدين ابتلعت السبع سنابل الرقيقة السبع سنابل الثمينة. ففرعون صحي منزعج وطلب حد يفسر، يبدو بقى محدش ريحه في التفسير او محدش عارف يفسر زي ما بيقول الكتاب. لما بقى حلمه ومطلوب تفسيره ومحدش عارف يفسره، رئيس السقاة افتكر، ما كانش محتاج يوسف يوصيه يعني، فقال له: أنا أتذكر خطاياي. لأن ساعات إنك توعد واحد وما تعملش خطيه، إحنا كتير نقع في الخطيه دي وأنا أكثركم يعني. ساعات توعد واحد إنك تعمل له حاجة، تقولها يمكن على سبيل المجاملة، بعد يقول لك صلي. طب ما طلب منك طلب، صليت له ولا ما صليتلوش؟ واحد يقول لك أبقى أشوفك، طب شفته ولا كلام؟ يعني ساعات الكلام يطلع مننا. غالبا رئيس السقاة كان فرحان قوي انه طالع وبقى وزير وهيرجع مكانه، فقال له افتكرني، قال له طيب، وطبعا نسي. لكن لما افتكره بعد سنتين قال عليها خطية، قال له: انا اتذكر خطاياي، انا فاكر. غالبا كان يقصد خطية انه ما وفاش بوعده مع يوسف، لانه كان مديون ليوسف ان يوسف فسر له الحلم وبشره. فخلونا نعتبر انه كل كلمة بنقولها محسوبة علينا، حتى الوعد اللي بنوعده لازم نوعد بكلام على قدنا، فما توعدش بحاجة ما تقدرش تعملها لألا تحسب خطيئة. وبعد كده هنشوف بقى عملوا ايه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق، ما كانوش بيحلقوا ساعتها غالبا، وأبدل ثيابه ودخل على فرعون.
حلق شعره غالبا ودقنه نظفوه يعني لأنه ده مسجون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبره. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون، ليس لي يعني إيه؟ مش أنا، مش أنا. برضو دي ميزة في يوسف، إن يوسف هي ربنا مديله نعمة في عينين كل الناس وبيعرف يفسر الأحلام، بس لما حد يقول له أنت عندك يقول له لا أنا ما عنديش، دي بتاعت ربنا، دي نعمة ربنا، أنا ما أنا، نعمة الله العاملة فيا. لأن ساعات الواحد لما يكون عنده موهبة بعد شوية يعتبرها بتاعته فعلا، خلاص بقى ينسى إن دي فضل من ربنا. لكن يوسف لغاية الوقت ده فاكر كويس إنها ليس لي، مش لي أنا الكلام ده، إذا كان في حاجة يبقى ربنا، المجد كله لربنا. الله يجيب بسلامة فرعون، عنده لسان حلو، يعني ربنا يطمن على سلامتك، احكي وأنا أقول لك. فقال فرعون ليوسف: إني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر، وهو ده سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحاذفة الصورة، فارتعت في روضة، ثم هو ده سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم، لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباحة. فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة، فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها، فكان منظرها قبيحا كما في الأول ما استيقظت. هنا بيزود في الشرح شوية، بيقول بعد ما كلوا البقرات فضلوا شكلهم برضو كأنهم ما كلوش حاجة، لسه رفيعين وشكلهم قبيح. ثم رأيت في حلمي وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة ممتلئة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها. فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة، فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني. فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. ساعات يقولوا لما الحلم يتكرر بنفس المعنى ممكن تبقى رسالة. طبعا مش كل الأحلام اللي بنحلمها رسائل عشان محدش يتهوس يعني، لكن بعض الأحلام بتبقى رسائل. ساعات يستدل على انها رسالة ان الحلم يتكرر كذا مرة في كذا ليلة او في نفس الليلة ورا بعض، فحس الواحد انها رسالة واضحة من ربنا. الحاجة الثانية، الحلم ده كابوس ليه؟ لانه حاجة حلوة، ملخص الحلم، بتاكلها حاجة وحشة وتلتهمها خالص. الحلم ده لو خدناه كده كتأمل في كوابيس كتيرة في حياتي. ساعات مثلا الواحد ينشغل يقعد يجمع فلوس ويشتغل وما يربيش ولاده كويس، ولما يكبر اكتشف ان كل اللي عمله كل تعبه كل الفلوس اللي حوشها ولاده فرتكوها وضاعوا وما مشيوش كويس، فحس ان السبع سنين القبيحة كانت السبع سنين الثمينة. فاهمين المعنى؟ أول واحد يهتم جدا بالدنيا وبعدين في الآخر الدنيا تديله يعني أيام وحشة وأيام صعبة، كل اللي ادادة وكل اللي عمله ما يلاقيهوش، يلاقي يتبخر يلاقي يتاكل. أو أحيانا تبقى فيه خطايا في حياة الواحد تبدو قبيحة وهزيلة، والواحد عمال يجمل في نفسه ويزين في نفسه، لكن شوية الخطايا اللي في حياة الواحد دول ياكلوا الخير اللي في حياته. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون واحد متدين بس في حته كذب في حياته، الكذب ده ممكن يضيعه خالص ويضيع ابديته، يقول انا بروح الكنيسه وبصلي وبقرا الانجيل وبخدمه بتاع. طب والكذب من السبع القبيحه اللي ممكن تاكل السبع الثمينه. يعني الخطيه قد ما هي قبيحه وهزيله لكن ممكن تاكل الخير اللي في حياه الواحد، والسنابل الرقيقة الملفوحة دي ممكن تاكل السنابل الثمينة. فعشان كده الواحد لازم يحافظ على الخير اللي عنده لألا تأتي أيام صعبة ما يقدرش يحافظ فيه. لكن ده تأمل، يعني خلينا نشوف الحلم هيفسره ازاي. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هي حلم واحد. البقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا.
هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع. بعض الأحلام بتبقى للمستقبل. هو ذا 7 سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها 7 سنين جوعا، فينسى كل الشبع، ينسى كل الشبع في أرض مصر، ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين، فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. يعني خلاص هتبتدي 7 سنين الخير، وراها تيجي 7 سنين جوع، هيأكلوا كل الخير اللي شافته الأرض. فالآن شوفوا بقى، يوسف مش بس فسر الحلم، لأن ربنا مديله حكمة، واللي حضر منكم مؤتمر الحكمة يفتكر الحكمة مرتبطة جدا بكلمة كان الرب معه. كل ما الواحد يبقى قريب من ربنا يبقى عنده حكمة تلقائية. ها، ما كانش عنده حكمة في الأول يوسف فعلا، ما كانش عنده حكمة في الأول. لو تاخدوا بالكم سنين الأيام الصعبة اللي شافها، والبير والسجن وبيت فوتيفار والذل وكل ده، والصلاة الطويلة والتنهد قدام ربنا والتذلل، وعشرة العبيد وعشرة المساجين، علمه حكمة، واداله نعمة قدام ربنا، لأنه تذلل واتضع جدا ونسي القميص الملون ونسي العز، عظمه نشف، استحمل أيام صعبة. الألام والتجارب بتدي بركات كثيرة أوي، منها الحكمة. فهنا بحكمة شديدة بسرعة قال لفرعون إيه؟ الآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل مزارا على الأرض، ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. قال له أحسن حل، بدل في 7 سنين وحشة جاية، حط واحد حكيم يشغل تحت إيديه نظار، نظار دي كلمة نظر يعني أسقف عندنا، ودول ياخدوا جزء من حصاد الأرض وقت سنين الخير، ويعمل مخازن كبيرة قوي، وجمع قمح في كل مدينة في مصر واحفظه لغاية ما تيجي 7 سنين الجوع، وانت اللي تصرف على الناس، وانت اللي توزع الأكل في سنوات الجوع، يبقى ذخيرة ليك، فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده. برضو ربنا بيدي نعمة. كان ممكن قال فرعون يقول ايه يا عم مين اللي يعيش، كان ممكن يقول يعني هنقعد نخزن على ايه، الارض واضح انها مش معقول في يوم وليلة تقلب من خير خضرة قوي لصفرة قوي، يعني عمرها ما حصلت، مصر عمرها ما شافت جوع 7 سنين. كان ممكن ما يصدقش، وكان ممكن ما يعجبوش الكلام، وكان ممكن ما يرتاحش للتفسير، وحتى لو عجبوا الكلام كان ممكن ما يرتاحش للحل، كان يفكر بطريقة تانية. لكن ربنا بيدي نعمة، لأن ده المعاد اللي كان ربنا محدده إن يوسف يطلع بقى من الذل للمجد. فقال فرعون لعبيده: هل مجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ الحكاية مش بس كلام حلو، هم شافوا فيه روح الله. دي تكررت بعدها ب1000 سنة في حياة دانيال، ان برضو بلشاستر ونبوخذ نصر كانوا يقولوا على دانيال الرجل الذي فيه روح الآلهة القدوسين، الروح القداسة في الرجل ده، روح ربنا في الرجل ده، فكانوا يعملوا له خطر جدا ويلجأوا له في كل مشكلة. ثم قال فرعون ليوسف: بعدما اعلمك الله كل هذا. شوفوا يوسف مين الله هنا؟ ده فرعون ما يعرفش الله بتاعنا، لكن لان يوسف كان بيتكلم ببساطة عن إلهه ويقول له، لو تاخدوا بالكم في الحتة اللي فاتت كان بيقول له ايه، من قبل الله، ايوه عدد 32، فيقول له: لان الامر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. فيوسف بيتكلم عن إلهه عادي. لو واحد في مكان يوسف كان ممكن يخجل يقول اقول الله ازاي، بيضحكوا علي، اله العبرانيين بالنسبة لهم يعني اله مش محترم، لأنهم عندهم آلهتهم المصريين. لكن يوسف يحب ربنا ويتكلم عنه ببساطة،
اتكلم عنه بتلقائيه. فبيقول له ربنا بيقول لك الحق بسرعه لان الموضوع ماشي بسرعه وربنا قرر وربنا بيعمل وربنا بيقول، عمال يتكلم عن ربنا وسط كلامه الدارج. فقام فرعون اتاثر وقال له ربنا، يعني كانه امن بربنا بتاع يوسف. فبيقول له بعدما اعلمك الله كل هذا، بدل ربنا قال لك كل ده، فبقى يتكلم نفس اللغه بتاعت يوسف كانه امن باله يوسف. لا ليس بصير وحكيم مثلك، هنلاقي في حد يعرف ربنا زيك ولا حكيم زيك؟ انت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، الا ان الكرسي اكون فيه اعظم منك. يعني ايه؟ يعني تبقى انت الرئيس في مصر كلها وكل الناس تحترمك وتحبك، بس انا اكون اعلى منك شرفيا. زي مثلا نظام انجلترا، ملك كده في الصوره وبعدين رئيس الوزراء هو اللي بيحكم البلد والحكومه والكلام، هو اللي يدبر يعني، لكن في رئيس شرفي او ملك شرفي كده. انت تكون على بيتي. شوفوا منين ما كان بيروح يوسف، كان على بيت فوتيفار وفي السجن، كان على بيت السجن وهنا على بيت مصر على بيت فرعون. وكأن ربنا ساعات يربي الواحد في ظروف صعبة جدا لرسالة مهمة جدا. أتاري يوسف كان محتاج قبل ما يقود مصر كلها، أعظم بلد في التاريخ ساعتها على الأقل، كان لازم يقود شوية عبيد في بيت فوتيفار، وكان لازم يقود شوية مساجين في بيت السجن. عملية مهينة وناس صعبة ودماغها ناشفة وما عندهمش مبادئ، ونجح معاهم كده يقدر ينجح في المستويات العالية. كان ربنا كان بيعمل إعداد خدام ليوسف ده 13 سنة ما بين البير والفوتيفار والسجن، وكلها بهدلة وكلها تعب وكلها مشاكل وكلها صلاة، وفي الآخر يطلع مرة واحدة يبقى رئيس وزراء مصر، وهنعرف دلوقتي يبقى مخلص العالم ساعتها. هيتسمى كده، هيتسمى مخلص العالم، لان هو اللي هينقذ العالم ساعتها من الجوع. ثم قال فرعون ليوسف انظر جعلتك على كل ارض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف والبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه. شوفوا بقى العز ابتدى بقى بعد كل الذل والبهدله. اخر مره كان قميص ملون قبلها ب 13 سنه، بعدها كله بهدله. 13 سنة من البهدلة وكلها إعداد. ساعات يجي على الواحد أيام صعبة. الأيام الصعبة لازم ليها دور في تشكيل الإنسان، ولازم ليها دور في خلاصه، ولازم ليها دور في رسالته. الأيام الصعبة ليها دور في رسالته. مرة يعني حد قال لي أنا عديت على بظروف صعبة جدا في جوازي، بس أنا دلوقتي بعرف أنصح ولادي وأحفادي والشباب لاني شفت ايام صعبه قوي. فانا حسيت الايام دي فادتني جدا، بقيت بقول خبرات اعتقد انها كلها حكمه، وبوصي توصيات مفيده جدا. ولما حد يقول لي ده كلام نظري اقول له بص ما تقولش نظري، انا عشته وانا دقته وانا جربته. طب كانت ايام صعبه، بس الايام الصعبه دي كانت ميراث وثروه لخدمه ناس كتير قوي بعد كده. وهكذا مفيش واحد في حياته ايام صعبة الا وهيكون لها دور في خلاص نفسه، وغالبا دور في رسالته، انه ممكن الايام الصعبة دي تخدمه جدا وتفيده جدا في رسالته بعد كده. خاتما من يده، خاتم ده دايما رمز للملك او للسلطة. وجعله في يد يوسف والبسه ثياب بوس وضع طوق ذهب من عنقه واركبه في مركبة الثانية ونادوا امامه اركعوا. وجعله على كل ارض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون، بدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. يعني إيه؟ يعني حركة في مصر ما تحصلش غير بإذنك. بدونك ما فيش واحد يحرك إيده ولا رجله في مصر. شوف التعبير، عارفين التعبير ده؟ إذا كان يوسف رمز للمسيح له المجد، يبقى ربنا بيقول لنا إيه؟ كل ما تصنعوه إن كان بقول أو بفعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والأب. يعني إن كان يوسف بقت كل حركة في مصر كل همسة لازم تطلع باسم يوسف، فإحنا كل حركة وكل همسة وكل خطوة وكل فعل في حياتنا لازم يبقى على اسم ربنا يسوع له المجد.
ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح او فعنيخ يعني مخلص العالم، واعطاه اسنات بنت فوتيفار كاهن اون زوجه، فخرج يوسف على ارض مصر. يعني بصوا البركات جت كلها في يوم واحد. هو كان كل اللي بيحلم بيه ايه؟ ان الراجل يفتكره عند فرعون ويشفع له، يقوم يطلعوه من السجن، يطلع شحات يطلع حافي زي ما يطلع، بس يطلع من السجن لانه بقاله سنين في السجن. طبعا يوم ما يحلم اكتر من كده يحلم بجلابيه نظيفه، لو زودها قوي وحلم زياده قوي يلاقي بنت غلبانه كده يتجوزها ويعمل عشه ويعيش في مصر. يعني يوم ما يحلم يعني. لكن عشان مره واحده يلاقي نفسه طلع من عبد مسجون، عبد ومسجون، الى رئيس وزراء مصر، ويناسب رئيس كهنة مصر. طبعا انتوا دارسين فرعوني شوية وعارفين الكهنة وسلطتهم زمان، كهنة مصر اللي هم الفراعنة، كان يعني تاني راس بعد الفرعون رئيس الكهنة اللي يروح منكم الاثار والحاجات دي يعرف الكلام ده. فياخد بنت رئيس الكهنة، وفرعون بنفسه يقول له مفيش حركة في مصر الا باسمك، ويلبس خاتم فرعون وقلادة ذهب على عنقه ويركع قصاده. خلي بالكم اول ما ركع قصاده افتكر ايه؟ الاحلام بدأت تتحقق، الاحلام بتاعت زمان اللي جابت له الكلام بدأت تتحقق، بقت في حزم بتنحني قصاده، بقى في كواكب بتركع قصاده، لكن لسه ال 11 كوكب ولسه الشمس والقمر مش هم دول، لكن اهو بدأت الحكاية فيها كلها مجد. وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر، وخرج يوسف من لدن فرعون واكتذى في كل أرض مصر. خلينا دايما حافظين النهاية دي، انه اي ايام صعبة لازم وراها خير، وحتى لو الخير ده كان في السماء. يعني اقصاها ايه؟ تدوم الايام الصعبة لغاية ما تسلمنا الباب الملكوت. طب وبعدين؟ الملكوت كله فرح، كله خير، كله خاتم، وكله ذهب، وكله عز، وكله مجد. لكن لازم الايام الصعبة تقدمنا الى الفرح وتجهزنا للمجد. وعلى قد ما الواحد يتذل ويتضع وما يسيبش ايد ربنا، على قد ما ربنا يرفعه. فوضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمان الافتقاد. يعني في زمان اسمه زمان الافتقاد، يجي زمان كده يقول افتقد بقى اولادي، يا رب ده بقى لهم سنين، ده ياما صرخ وهو في السجن، ياما صرخ وهو في بيت فوتيفار انقذني من الست المفترية دي، ياما صرخ وهو حاسس بالظلم ومش لاقي حد يسمع له. معلش، في زمان انت ما تحطوش في دماغك وما تعرفوش وما تحسبوش، ويمكن كان يوميها في السجن كان نايم وكان ما بيفكرش خالص يطلع ومش على باله، والا مرسال جاي بيقول له تعالى فرعون عاوزك بدون اي يعني سوابق او مقدمات. واثمرت الارض في 7 سنين الشبع بحزم، فجمع كل طعام، جمع كل طعام ال7 سنين التي كانت في ارض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينه الذي حواليها جعلوه فيها. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد. يبدو يوسف كان ناوي يعد عشان يعرف برضه هيصرف ازاي بعد كده، فكان يحط مثلا كل شوال يديله رقم. من كتر ما كانوا بيجمعوا قمح خلاص ما بقوش على حين يعدوا، فلم يكن له عدد. هنا الخير لما يجي بكثره، لكن مش بس الخير، الخزين بكثره. فكره الخزين دي فكره مهمه روحيه. المسيح مره قال لنا مثل عن الخزين اللي هو بتاع العذارى الحكيمات، لان العذارى الحكيمات فرقهم عن الجاهلات مش المنظر ولا المصابيح ولا كونهم عذارى ولا حتى انتظار العريس، كل ده زي بعض. الفرق ان الحكيمات مخزنين زيت، مخزنين لايام صعبه، مخزنين لزمان تاني، مخزنين لما يجي العريس يلاقوا الخزين يطلع. يعني ايه؟ عند الرهبان تعبير مشهور يقولوا ايه؟ اعمل في شبابك عشان ترتاح في شيخوختك. احنا المثل ده عندنا في العالم بس بشكل مادي، يعني ايه؟ اتعب وحوش
عشان الفلوس تسندك وانت عجوز. وطبعا كلام فاضي، الفلوس لا بتسند ولا بتعمل حاجة، والعمر بيتسرق. لا، هم بقى يقصدوا بالمعنى الروحي ان الشاب يقدر يحفظ، فيحفظ مزامير كتير اول ما يدخل الدير، لانه لما يكبر مش هيعرف يحفظ، يحفظ الحان كتير، يعمل مطنيات كتير لانه لما يعجز مش هيعرف يعمل مطنيات، يقدر يصوم للغروب وللعشاء لانه يمكن لما يعجز يبقى في امراض ما يقدرش يصوم، فيعمل في شبابه ويخزن. ليه؟ لانه لما يبقى رجل صلاه ورجل مسك ورجل صوم، لما يبقى كبير ما يجدش صعوبه في الصوم، جسمه اتعود. لما يكبر مش محتاج يقرا، حتى لو عينيه ضعفت هو خزينه مزامير عمال يطلع من جواه لانه حافظ. فاهمين الفكره؟ ادي فكره الخزين. هتيجي ايام صعبه، هتيجي ايام قاسيه، يمكن ابسط مثل ليها هو السن والعمر، لكن بتيجي ايام قاسيه، ايام فيها فتور، ايام فيها تجارب، ايام فيها حزن، ايام فيها اضطهاد. طب احنا خزننا للايام دي ولا لا؟ احنا عندنا خير اهو، عندنا وقت نقعد نقرا الانجيل، ما نقرا، ما يمكن يجي وقت ما نلحقش نقرا. عندنا كنايس مفتوحه، ما جت ايام على الكنيسه ما كانتش الكنايس مفتوحه. عندنا اجبيه وعندنا انجيل، وعندنا جت ايام كانوا بيقطعوا الحاجات دي ويحرقوها. في ايام ممكن تيجي صعبه، خزنت للايام دي؟ خزنت لسبع سنين الجوع؟ ولا بتاكل اكلتك في يومك ومالكش دعوه بكره؟ لا، خزن. وولد ليوسف، ولد ليوسف ابنان قبل ان تاتي سنه الجوع، البركه يعني، ان هو في سنين الخير جاء له ولدين، ولدتهما له اثنات بنت فوتي فارع كاهن اون، دعا يوسف اسم البكر منسى قائلا: لأما الله انساني كل تعبي وكل بيت ابي. خلي بالكم الاسم ده، منسى ده، او ساعات يسموها منسي دلوقتي في اسمعنا، هي في الاصل اظن منسى، لكن هي ببساطه كل ما ينادي ابنه يفرح. ليه؟ لان كل ما يناديه يفتكر ان ربنا نساه تعب، عوضه عن كل الغلب اللي شافه. يعني كل ما ينادي منسى ابنه يقول: يا سلام، نسيت الغلب اللي انا كنت فيه، ده انا يبقى عندي ولد، ده انا اللي ما كنتش طال اطلع من السجن، يبقى عندي واد حلو كده بيمشي وبيجري ومبسوط. فالاسماء دايما ليها معاني حلوه، حلوه لانك تسمي ابنك اسم قديس او اسم فضيله، تبقى رساله روحيه ليك كل مره. كل الاسماء القديمه في الكتاب كانت دايما ليها معاني روحيه، بحيث ان الواحد وهو بينادي ولاده ياخد معنى روحي، فيبقى متحاصر كده بالمعاني والفضائل. الله انساني كل تعبي وكل بيت ابي، يعني ربنا عوضني ونساني حتى بيت ابويا، ما بقتش محتاجه دلوقتي او ما بقتش تعبان من الموضوع ده. ودعا اسم الثاني افرايم، افرايم يعني مثمر، قائلا: الله جعلني مثمرا في ارض مذلتي. افرايم يعني غنى، يعني ثمر، يعني خير، يعني كثره. فبيقول بقى عندي واحد بيفكرني ان انا ياما اتمررت وربنا رفع المرار، وواحد بيفكرني ان الخير ملوش اخر. كلها حاجات حلوه. ومنسى وفرايم دول بقى هيكملوا معانا في العهد القديم كله، يعني دول سبطين كبار قوي بعد كده. ثم كملت سبع سنين الشبع الذي كان في ارض مصر، وابتدا سبع سنين الجوع تاتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، واما جميع ارض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع ارض مصر صرخ الشعب لفرعون لاجل الخبز. قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا ليوسف. لما صوتوا فرعون قالوا له: الاكل خلص. قال لهم: روحوا ليوسف، انا مالي، انا ما اعرفش حاجه. خلاص، يوسف اللي عنده الحل دايما. والذي يقول لكم افعلوا، كلمه جميله قوي، وصيه جميله قوي. عارفين مين اللي قال نفس التعبير بالظبط؟ العذراء. برافو عليكم. مهما قال لكم فافعلوا. من وقت يوسف كده قال لهم: روحوا اللي يوسف يقول عليه اعملوه. فالعذراء لما جم العبيد يشتكوا الخمره خلصت، قالت لهم: روحوا ليسوع واللي يقول لكم عليه اعملوه، مهما قال لكم فافعلوا. وكان الجوع على كل وجه الارض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في ارض مصر. واحد يقول: طب يبيع ليه؟ البيع هنا نوع من النظام، لان لو وزع الناس هتاخد اكتر من طاقتها، ومش هتقدر قيمه انه في غلا وفي جوع وفي قحط، فلازم يبيع. والبيع ده مش بياخده في جيبه، ده لصالح فرعون، ودي كانت سياسه مصر، ان فرعون يملك مصر
يعني تبقى الأراضي ملكه. فهو كان بيحقق سياسة البلد. جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. فلما رأى يعقوب رحنا كنعان بقى، هنسيب مصر ونرجع كنعان، أنه يوجد قمح في مصر. احنا فات كام سنة على كده؟ مين شاطر؟ 20. احنا ابتدينا القصة 17 سنة، دلوقتي هو 30، وسبع سنين خير عدوا وبدأنا سنين القحط، فيبقى عدى 20 سنة ما شافش ابوه. ماشي، 17 سنين سنة لما بعتوا ابوه يفتقد ولاده ومرجعش، يفتقد اخواته ومرجعش. فاكرينها كان عمره 17 سنة. فضل ما بين السجن والكلام ده لغاية ما طلع وزير 30 سنة. عدت عليه 7 سنين خير عمال يحوش ويأمن مصر كلها. بدأت سنوات القحط، كان عدى على ترك يعقوب ابوه 20 سنة. قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم الى بعض؟ يعني بيقول لهم ايه الخيبة اللي انتوا فيها دي؟ قاعدين تبصوا لبعض ليه؟ بيقولوا في قمح في مصر واحنا مش لاقيين ناكل. قال: اني سمعت انه يوجد قمح في مصر، انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من اخوة يوسف، العشرة دول ناقصين مين؟ ليشتروا قمحا من مصر. واما بنيامين اخو يوسف فلم يرسلوا يعقوب مع اخوته لانه قال لعله تصيبه هذه. فات 20 سنة ولسه يعقوب متعقد، خايف على الصغير لان يوسف راح، واللي من حيث رحيل فاضل بنيامين، وفي نفس الوقت مع ان بنيامين كبر دلوقتي يعني عدى 20 سنة على الاقل. يعني يوسف لما راح لاخواته كان 17، بنيامين دلوقتي بتاعت 25 مثلا، لكن هو مش عاوز يبعته في حته. فاتى بنو اسرائيل يشتروا بين الذين اتوا لان الجوع كان في ارض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الارض وهو البائع لكل شعب الارض. فاتى اخوه يوسف وسجدوا له بوجوههم الى الارض. خلي بالك، جم كل الناس كانت تعمل ايه؟ ده رئيس وزراء مصر، فاي حد يدخل يسجد للارض الاول، فهم هيعملوا زي غيرهم. فدخلوا الطابور العشره وسجدوا. هنشوف لما نظر يوسف اخواته عرفهم. عرفهم طبعا يوسف يعرفهم لان ما تغيروش كتير، شويه شعر ابيض وخلاص، لكن هي نفس الجلاليب ونفس الشكل، لكن يوسف شكله اتغير خالص، لابس تاج ولابس قبه ومحدش بقى فاكره خالص يوصل لكده، فمحدش متخيله. تنكر لهم، ما رضاش يعني يعرفهم بنفسه، وتكلم معهم بجفاء. هنشوف ليه. وقال لهم: من اين جئتم؟ فقالوا: من ارض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف اخواته، اما هم فلم يعرفوا. فتذكر يوسف الاحلام التي حلم عنهم. يعني اكيد لما كان يقعد ياخد خلوه بالليل يقول له: يا رب اخيرا اتحقق الحلم، شفتهم سجدوا قصادي. معقول سجدوا هم لسه مش داريانين ان هم بيسجدوا؟ لما كانوا بيتريقوا عليا زمان ويبهدلوني سجدوا لي النهارده من غير ما يعرفوا. فقال لهم: جواسيس انتم لتروا عوره الارض جئتم. هو خد دخل فيهم شمال، قال لهم: انتوا جايين من فين؟ قالوا له: من كنعان. قال لهم: يبقى لازم جواسيس، انتوا جايين عاوزين تروا عوره الارض. عوره الارض يعني تشوفوا الارض المفتوحه قصادكم عشان تعرفوا الدخول من فين والخروج من فين، والجيش لو معاكم يجي ازاي. جواسيس، شغل جواسيس، يعني طاروا الارض عارية مكشوفة قصادكم بحجة ان انتوا جايين تشتروا فتعرفوا البلاد دي يدخلوها ازاي. قالوا: لا ولا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعنا، هو عاوز يهزهم ويشوف اتغيروا ولا لا، فهيبان. نحن جميعنا بنو رجل واحد، احنا مش جيش ولا قرار، احنا اخوات، نحن امناء. امناء ماشي، ليس عبيد الجواسيس. فقال لهم: كلا، بل لتروا عورة الارض جئت. هو عاوز يحطهم في موقف يعني يعصرهم شوية عشان يطلعوا اللي جوه. فقال: عبيدك 12 اخ، نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان. واحد من المفسرين بيقول هو عمال مستني يسمع كلمة واحدة، ايه هي؟ عايش ولا مش عايش؟ لان هو كل اللي شغله ابويا عايش ولا لا، عاوز يسمعها منهم، فعمال يقررهم.
نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان وهو الصغير عند ابينا اليوم والواحد مفقود. هو كده ارتاح. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس انتم. مرض مش راضي يترك. بهذا تمتحنون وحياة فرعون لا تخرجون من هنا الا بمجيء اخيكم الصغير الى هنا. برضه يقولوا انه غالبا قصد يعمل حاجة. هو اتمرر من ايه؟ انه كان الصغير وما كانوش بيحبوه. فكان عاوز يعرف بيحبوا بنيامين ولا لا؟ هيأذوا بنيامين ولا لا؟ لسه فيهم الكراهية بتاعت زمان ولا لا؟ حسوا بغلطتهم ولا لا؟ الأيام علمتهم حاجة ولا لسه؟ فقال لهم طيب بدل انتوا قلتوا ليكوا أب وليكوا وانتوا 11 وفي واحد غايب طب هاتوا الغايب. هاخد من كلامكوا أمارة إن كنتوا صادقين هاتوا لي أخويا. مش أخويا، هاتوا لي الصغير اللي انتوا قلتوا عليه. فاهمين هو جابها إزاي؟ يعني بدل قلتوا كلام أنا هاخد من كلامكم لو صادقين هاتوا لي أخوكم. أرسلوا منكم واحد ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون. فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق وإلا في حياة فرعون أنكم لجواسيس. هو أصله لو ما يفرقش معاهم هتلاقوا هيتسابوا في السجن واللي هيروح ده مش هيرجع. وهم حركاتهم محشين مع بعض. هو ده اللي هو عارفه عندهم. فجمعهم إلى حبس 3 أيام. فابتدى يدوقهم شوية من الكاس. دخلهم السجن 3 أيام عشان يديهم فرصة إيه؟ يراجعوا نفسهم. يدوقوا شوية يعني إيه سجن. هو قعد سنين. بس هو سجنهم 3 أيام. وقلبه وجعه طبعًا. لأنه زي ما ربنا كان حنين عليه يوسف حنين على إخواته برضه. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيه أنا خائف الله أنا مش هسجنكم. إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لما جعت بيوتكم. اللي بدنا نعمل بالعكس خلي واحد بس وروحوا وخذوا القمح لألا تكونوا صادقين فعلا بس ترجعوا معاكم أخوكم وأنا هحبس واحد هنا قصاد أخوكم واحضروا اخاكم الصغير الي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا ففعلوا هكذا. وقالوا بعضهم لبعض حقا خلي بالكم بقى اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. ساعات الواحد ما يفوقش غير لما تيجي عليه ايام صعبه يبتدي يراجع نفسه او لما ربنا يشد عليه شوية يبتدي يفتكر ان هو ظلم حد او لما يتظلم يفتكر ان هو كمان كان ظالم. فهنا افتكروا ان اخوهم لان هنا هم عمالين يسترحموا يوسف افتكروا ان اخوهم كان بيسترحمهم في وقت وهم مش راضين يرحموه لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فاجابهم رؤوبين قائلا الم اكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا. فهو ده دمه يطلب ضميره متحرك ربنا بيطالبنا بدمه دلوقتي وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم. خلي بالكم الحوار ده داير بينهم وبين بعض بالعبري أو بالأرامي أو بلغتهم. الوحيد اللي عارف اللغة دي مين؟ يوسف. يوسف طبعا عامل نفسه بيتكلم فرعوني طبعا هو اتعلم فرعون لأن الترجمان كان بينهم. يعني ايه؟ يعني الترجمان كان بينهم بس مش بيترجم كلامهم مع بعض. فشايفينه مش بيقول لي يوسف ففاكرين يوسف مش فاهم. فاهمين الفكره؟ لان اي شعب جاي يشتري في ترجمان بيفسر. واخدين بالكم؟ بس الكلام الجانبي اللي بينهم وببعض مش مطلوب يوسف يعرف لكن يوسف سمعه. فتحول عنهم وبكى يوسف لان قلبه برضه فيه رحمه وافتكر الذكريات وحس ان قلبهم اتحرك اخيرا. لما حس ان هم بدأت التوبة في حياتهم وبيقولوا ربنا هيطالبنا بدم اخونا واخونا استرحمنا وما سألناش فيه والضيقة دي جت علينا بسبب اللي عملناه فيه. هو لما سمع الكلمتين دول منهم تحول عنهم وبكى. واضح ان يوسف ده قلبه يعني رقيق وما بيحتملش حتى ان حد يتأثر قصاده. ثم رجع اليهم وكلمهم واخذ منهم شمعون وقيدوا امام عيونهم. واحد منهم يعني ويعتقد ان ده بالذات كان اكثرهم قسوة يعني.
ثم امر يوسف ان تملأ اعويادهم اوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد الى عدله، العدل اللي هو الكيس اللي بيحطوه في الخيل ده في الفلوس، وان يعطوا زادا للطريق، ففعل لهم هكذا. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح احدهم عدله ليعطي عليقا الحمار في المنزل، رأى فضته واذا هي في فم عدله، فقال لاخوته ردت فضتي وهي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم من بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ ما بقوش فاهمين، ما هم رايحين يشتروا فدفعوا فضة وخدوا قمح، بقى معاهم قمح، وهم راجعين لقوا الفضة اللي دفعوها رجعت تاني، كل اللي دفعوه العبيد وهم بيعبدوا الحمير قمح كان عندهم اوامر حطوا الفضة كمان في مكانها. فطبعا استغربوا جدا ايه اللي بيحصل ده، فابتدوا يقولوا يا رب ايه اللي بيحصل، ما صنعه الله بنا، ربنا بيعمل ايه؟ ابتدوا يفكروا في ربنا، حاجة غريبة ازاي الفلوس رجعت واحنا معانا القمح. فجاءوا الى يعقوب ابيهم الى ارض كنعان واخبروه بكل ما اصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الارض بجفاء وحسبنا جواسيس الارض. فقلنا له نحن امناء لسنا جواسيس، نحن 12 اخا بنو ابينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند ابينا في ارض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الارض بهذا اعرف انكم امناء، دعوا اخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيتكم وانطلقوا، واحضروا اخاكم الصغير الي، فاعرف انكم لستم جواسيس بل انكم امناء، فاعطيكم اخاكم وتتجرون في الارض. واذ كانوا يفرغون عدالهم اذا صرت فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا صرت فضتهم هم وابوهم خافوا. فقال لهم يعقوب اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تاخدوه، صار كل هذا علي. يعني واحد بقى بيندب يومه يا عيني، قال لهم وبعدين في اللي بيحصل ده، هو يوسف راح وشمعون كمان راح وبتقولوا لي ناخد بنيامين، يعني انا ناقصكم؟ وبعدين جايب الذنب عليهم من غير ما يقصد، خلي بالكم، قال لهم اعدمتموني الاولاد، لما كل واحد متغاظ يدعي على اللي قصاده كده، لكن هي طلعت منه مظبوط لان هم السبب في كل المشاكل. قال لهم اعدمتموني الاولاد، سبتوا شمعون كمان. وكلم راؤوبين اباه قائلا اقتل ابني ان لم اجيء به اليك سالم، سلمه بيدي وانا ارده لك على بنيامين. قال له اديني بنيامين انا هرجعه لك بيدي، ولو ما رجعش بنيامين خد ابني مكانه، موت ابني. فقال لا، لا ينزل ابني معكم، لا يعني لا، صلى مكانك، مش هتروح، ما تروحوش مصر تاني، لان اخاه مات وهو وحده باقي، فان اصابته اذيه في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن الى الهوى. عايز اعلق بس على كلمه كلمنا سيد الارض بجفاء. طبعا ان كان يوسف رمز للمسيح له المجد، احيانا نتصور ان المسيح بيكلمنا بجفاء او بيعاملنا بشيء من القسوة. طبعا في الاخر القصة تكتشفوا ان يوسف ده هياخدهم في حضنه ويقعد يبوس فيهم، لكن هو بيمثل الجفاء. ساعات المسيح له المجد عشان يظبطنا ويبكتنا ويتوبنا ويصلح اخطاء فينا، يعاملنا بشيء من الجفاء، او نحس احنا كده انه بيشد علينا شوي، او بيحطنا في موقف صعب، او بيتهمنا باتهام احنا مش قده، ويكون ده كله لينا ويكون من ورا قلبه، لان اللي كان بيعملهم بجفاء كان خد جنبه وعمل ايه، تحول عنهم وبكى. فاهمين يعني؟ مش طالع من قلبه الجفاء ده. فحتى لما المسيح له المجد يشد علينا من جوه بيبقى بيبكي، خلي بالكم المعنى ده، ممكن يعاملنا بجفاء لكن يتحول عنا ويبكي، يعني يشد علينا وهو نفسه متألم لأنه بيعمل كده معانا، بس ما ينفيش معانا حاجة تنفع غير كده. وكان الجوع شديدا في الأرض، طبعا ربنا لازم يظبط الحكاية، فهو كده قال خلوا شمعون خلاص مش عاوز، بس بنيامين لا. طبعا اللي هيحصل ايه؟ القمح هيخلص وسنوات الجوع مش راضية تخلص، فكده كده هيحتاجوا تاني. وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليل من الطعام. فكلموا يهوذا قائلا ان الرجل اشهد علينا قائلا
لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. قال له لا ما نقدرش نرجع غير لما يكون بنيامين معانا، دي ما فيهاش فصال. فكلمه وان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل، لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. لا ترون وجهي من غير ما يكون اخوكم معكم. فقال اسرائيل لماذا اساتم الي حتى اخبرتم الرجل ان لكم اخا ايضا؟ كان لازم تقولوا له ان ليكوا اخ يعني معناها كده. فقالوا ان الرجل سال عنا وعن عشيرتنا قائلا هل ابوكم حي بعد؟ اتاري يوسف سال السؤال ده بس ما اتذكرش في السيناريو اللي فات. يوسف سالهم بنص الكلام لان هو ده السؤال اللي شغله، ابوكم لسه عايش؟ هل لكم اخ؟ هو عاوز يطمن على ابوه واخوه اقرب ناس ليه. فاخبرناه بحسب هذا الكلام، هل كنا نعلم انه يقول انزلوا باخيكم؟ وقال يهوذا لاسرائيل ابيه، اسرائيل هو يعقوب، ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وانت واولادنا جميعا. قال له كده هنموت، لو قعدنا كده هنموت. هات بنيامين ننزل نطلع الاكل. انا اضمنه من يدي تطلبه، ان لم اجيء به اليك واوقفه قدامك اصير مذنبا اليك كل الايام. لاننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الان مرتين. هل ابوهم ان كان هكذا فافعلوا هذا. خلي بالكم، شوفوا يعقوب هيقول ايه. خذوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وانزلوا للرجل هديه قليلا من البلسان، دي حاجات طبيه كانت في الصحراء بتاعتهم، وقليلا من العسل وكثيرا ولزنا وفستقا ولوزا، حاجات يعني في بلاد كنعان تطلع من الارض مع انها قحط او يعني فقيره، لكن في بعض الحاجات النادره تعتبر هديه ثمينه للمصريين. وخذوا فضه اخرى في ايديكم، والفضه المردوده في افواه عدالكم ردوها في ايديكم لعله كان سهوا. اللي يعرف يعقوب يقول دي ما تطلعش منه ابدا. يعني اللي يعرف يعقوب في اول حياته اللي بيضحك على اخوه باكله عدس عشان يشتري بكوريه، واللي لعب بلبان 14 سنه يضحك عليه ويخدعه في بعض وفي منتهى اللقم عشان ياخد فلوس، مش ممكن يعمل حاجه زي كده. يقول لهم رجعوا الفضه لحسن تكون دخلت غلط. يعقوب كبر وما بقتش الفلوس ليها طعم ولا ليها لازمه. راح من قلبه حب المال، راح منه الكذب واللؤم والغش، حاجات جراحت مع التجارب ومع الالام مع السن مع الصلاه. نضف ابونا يعقوب بقى قديس عظيم مليان فضائل. الحاجات بتاعت زمان اللي نعرفها عن يعقوب الصغير دي راحت خالص، بقى يقول لاولاده الفضه اللي دخلت اكياسكم رجعوها لان دي مش حقنا، وخدوا فضه تاني عشان تدفعوا حساب القمح الجديد. طب هما ما خدوهاش ودي لوحدها جت، معلش الحق حق، احسن يكون عبد من عبيد فرعون غلط وحطها غلط. شوفوا الامانه بقى والالتزام. احنا فين؟ 13. وخذوا اخاكم وقوموا وارجعوا الى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمه امام الرجل، ابتدى يدعي لهم، حتى يطلق لكم اخاكم الاخر وبنيامين، وانا اذا عدمت الاولاد عدمتهم. فاهمين ازاي؟ يعني برضو واحد بيتكلم بيأس، قال لهم روحوا ترجعوا في شمعون وبنيامين بالسلامه، ولو بقى هعدمكم هعدمكم كلكم، يعني هعمل ايه يعني؟ ما خلاص مفيش فايده. فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا إلى مصر، وقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. هو فرحان بيهم وفرحان بأخوه مش قادر يعبر، فقال له دخلهم البيت واعمل لهم وليمة تمام. ففعل الرجال كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف، فخاف الرجال إذ دخلوا إلى بيت يوسف. شوف ربنا يبقى عاوز يكرمنا بحاجة وإحنا نخاف منه. يوسف دخلهم بيته عشان يغديهم ويبسطهم وهم اترعبوا. قال لك بس هيقول علينا حرامية سرقنا الفضة ومش هنخلف. وقالوا بسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا.
يعني اللي جه بالهم ايه؟ انه بس مسك عليهم ان هم سرقوا الفضه وهم ما زرعوش، ما هو قبل كده قال لهم جواسيس وهم مش جواسيس، بالاولى دلوقتي يقول لهم حراميه ومش هيعرفوا يبرروا نفسهم. فقال بس هو حطينا في البيت هيتلموا علينا الرجاله بتوعه ويدونا علقه ونفضل عبيد طول العمر عنده. فتقدموا الى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي، اننا نزلنا اولا لنشتري طعاما، وكان لما اتينا للمنزل اننا فتحنا عدالنا واذا فضت كل واحد في فم عدل فضتنا بوزنها، فقد رددناها في ايدينا وانزلنا فضه اخرى في ايدينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. يعني ابتدوا يدافعوا عن نفسهم وهم المره دي ابرياء، بس شوفوا الذل بقى، في شويه ذل ابتدوا يدوقوه. يعني ان هم بيدوقوا لاول مره يعني ايه ظلم، يعني يبقوا خايفين من حاجه ما عملوهاش. فقال سلام لكم، انتوا مالكم مهزوزين ليه؟ لا تخاف، الهكم واله ابيكم اعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت الي. ثم اخرج اليهم شمعون قال لهم ايه؟ قال لهم الهكم واله ابائكم، ده هو عاوز ينبههم لعلاقتهم بربنا، هو اللي رجع لكم الفضه، مش انتوا خايفين ليه؟ انا مش بتهمكم باي تهمه، ما تخافوش، إلهكم وإله أبيكم، وده كان الاسم المشهور، إله الآباء، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فبيتكلم لغتهم، رجع لكم فضتكم. وطلع لهم شمعون، طبعا شمعون بياكل وشارب ونايم ومبسوط، مش سجن ولا حاجة. وأدخل الرجل الرجال لبيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطوا الليقا لحميرهم وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر، لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعام. ارتاحوا لغاية ما يوصل من شغله، هياكلوا معاه وهم محضرين الهدية وعاوزين يتردوا بأي حاجة ويرجعوا. فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض. فسأل عن سلامتهم وقال أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه أحي هو بعد؟ وفات عليها كم شهر وهو خايف على أبوه. فأول سؤال أبوكم كويس؟ هو مش عاوز يقول أبويا، لكن هو ده اللي في قلبه. فقالوا عبدك ابونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. المره دي كام؟ 11. ال 11 كاملين، الكواكب جت اهي. فرفع عينيه ونظر بنيامين اخاه ابن امه وقال اهذا اخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك. ده فيلم يعني، لازم يتعمل فيلم عشان تحسوها، إنه مجرد شاف أخوه ودعاله ما قدرش يمسك نفسه، عاوز ياخده في حضنه، فخد مخدع وقعد يعيط، خد جنبه، مش عاوز لسه يكشف، لسه عاوز في حاجات تانية يعملها. أحشاء حنت إلى أخيه، طبعا المعاني دي أنا مش باخد تأملات كتير، أنا بقرأ القصة بس كما هي، لكن يعني المفروض هو ده القلب النقي، إن أحشاء الواحد تحن إلى أخوه، وإن الواحد يخاف على خلاص إخواته. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما، فقدموا له وحده ولهم وحدهم، وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه ركس عند المصريين. كان المصريين ما يأكلوش مع العبرانيين، يحتقروهم. وعشان كده لما هينزل يعقوب وولاده هيدوهم معسكر في حتة بعيد خالص، رمسيس دي بعيد خالص عن الأرض المصرية اللي فيها القرى المصرية، عشان ما يختلطوش مع بعض. فلما قعدوا يأكلوا، دول بيأكلوا في جنب وال11 في جنب، ويوسف بيأكل قدام الكل. فجلسوا قدامه، عملوا حركة غريبة شوية، البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. قعدوهم رصوهم رصة تمام، الكبير في مكانه واللي وراه واللي وراه، ال 11 اترتبوا واتستفوا كأنه معروف تاريخ ميلادهم. طبعا بصوا لبعض، هم عرفوا منين؟ عارفين الأقزام السبعة والحاجات دي، اللي هي ناس تقعد كأن الناس عارفاهم. طب هرتبوهم ازاي الترتيب ده؟ فطبعا كل واحد له مجده عند ربنا. ورفع حصصا من قدامه اليهم، فكانت حصه بنيامين اكثر من حصص جميعهم خمسه اضعاف. برضو البعض بيقول انه عمل كده عشان يشوف نظراتهم،
هيحقده على بنيامين لما يحط خمس اضعاف قصاده؟ لسه بيغيره من القميص الملون ولا فكت العقده؟ واخدين بالكم؟ فحط قدام بنيامين خمس اضعاف وشربوا وروا معه. ثم امر الذي على بيتي قائلا: املا عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله. برضه هو بقى حكيم جدا، كان المفروض يقول بقى وخلاص، لسه عاوز يطمن على محبتهم لبنيامين، فهيعمل اخر مؤامره عشان يطمن على موقفهم من بنيامين، مستعدين يموتوه او يستغنوا عنه ولا لا، بيحبوا اخوهم الصغير ولا لا، لسه دي شغلاء. ووضع فضه كل واحد في فم عدله وطاس، وطاس الفضه اقل العبيد كده، طاسي اللي هي الكاس اللي كان بيشرب فيها، حاجه كده مدوره واسعه، يقولوا كانت خاصه جدا بالرؤساء وبتبقى من الجواهر الكريمه، الحجاره الكريمه، وبيعتبرها المصريين علامه التفاؤل او يتفائلوا بالحاجات دي، فتبقى حاجه خاصه جدا وغاليه جدا. فطاس يوسف نفسه اللي هي اللي بيشرب فيها دي، طاس الفضه توضع في فم عدل الصغير اللي هو بنيامين، وثمن قمحه، ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. يعني عبد كده دخل في الضلمة وحط الكاس بتاع يوسف في الكيس بتاع بنيامين مع الفضة ومع القمح ومع كل حاجة. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا، قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم فقل لهم: لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فمن هيعمل لهم، يدل عليهم يعني، هيبعت العساكر ويقول لهم ايه حد يعمل كده؟ بقى الراجل يديكم كل الخير ويعزمكم ويكرمكم، وتسرقوا منه كاس الطاس بتاعه اللي هو بيتفاءل به. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك ان يفعلوا مثل هذا الامر. هو ذا الفضه التي وجدنا في افواه عدلنا رددناها اليك من ارض كنعان. الكرامه بقى ناحت يعني. احنا رجعنا الفضه اللي كانت حقنا. هنسرق الطاس بتاع سيدك؟ انت ازاي تقول كده؟ فكيف نسرق من بيت سيدك فضه او ذهب؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن ايضا نكون عبيدا لسيده. يعني لو لقيته موت الرجل اللي تلاقي معاه الطاس، واحنا كلنا نبقى عبيد في الحاله دي. فقال: نعم، الان بحسب كلامكم هكذا يكون. هم طبعا مدبرينها كويس المصريين. الذي يوجد معه يكون لي عبدا، واما انتم فتكونون ابرياء. لا، مش محتاجين لكل، احنا بس ناخد اللي نلاقي معاه الطاس ده اللي يبقى عبد. فاستعجلوا ونزلوا وانزلوا كل واحد عدله الى الارض. نظام كل واحد بقى واخد الكرامه وصعبان عليه وعمال يفتح، شوف. وفتحوا كل واحد عدلي، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى الى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا الى المدينه. هو قال لهم: انا هاخد اللي هلاقي معاه. طبعا لا، احنا نرجع ازاي؟ ما نقدرش نرجع. ابتدى بقى يبان ان هم بيحبوا بنيامين وبيحبوا ابوهم. لو كل واحد هيقول يا نفسي هنا خلاص، لا لا، هم مش ما يقدروش. العشرة رجعوا ومزقوا ثيابهم لأنها مأساة، غلطة بنيامين غلطتهم دلوقتي، وهم كلهم مسؤولين عنها قدام أبوهم، فمش هيقدروا يرجعوا من غيره مهما حصل. فدخل يهوذا وإخوته لبيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا أمامه على الأرض. مش مجرد سجود يعني، اترموا على الأرض خالص. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ قال يعني هو بيتفاعل؟ هو طبعا ملوش في الحاجات بتاعة المصريين دي، لأن التفاعل دي كانت حاجة وثنية يعني، لكن يعني هو زيه زي المصريين في نظرهم. فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ يهوذا الحقيقة كان حكيم جدا في اللي هيقوله دلوقتي، لأنه لو حب يعني يدور على حجج وأعذار مش هتقنع. هو خد موقف المعتذر، قال له احنا ملناش كلام ومفيش حاجه تبررنا وما نستاهلش. الله قد وجد اسم عبيدك، ربنا حطنا في ايدك مخطئين، مش هنقدر نقول غير كده. ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا.
قالوا له بص احنا غلطانين كلنا نبقى عبيدك ملهاش حل تاني لان احنا ربنا قفشنا واحنا معانا التهمة يعني. فقال حاشا لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا واما انتم فاصعدوا بالسلام لابيكم. قال لهم لا انا مش عاوز ده كله، انا هاخد الصغير وخليه يروح. ثم تقدم اليه يهوذا وقال استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي ولا يحمي غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون. بيكرمه يعني. سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقى هو وحده لأمه وأبوه يحبه. يعني مش فاضل من ريحة أمه غير الصغير لأن أخوه مات وأبوه بيحبه أوي، واحنا قايلين لك الكلام ده من الاول. فقلت لعبيدك انزلوا بي الي فاجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام ان يترك اباه وان ترك اباه يموت. فقلت لعبيدك ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظروا وجهي. فكان لما صعدنا لعبدك ابي اننا اخبرناه بكلام سيدي. ثم قال ابونا ارجعوا واشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا لا نقدر أن ننزل وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين. طبعا يهوذا بيحكيها بطريقته وكل ده مهم بالنسبة ليوسف. خرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترث افتراثا ولم أنظره إلى الآن. لأول مرة يوسف يعرف اتقال عليه إيه او القصة بتاعته اتحكت ازاي او وصلت لابوه ازاي. فهنا يهوذا بيقول له ابونا عارف ان اخونا افترس افتراسا، هو ما قالش طبعا عمله ايه، ولم انظره الى الان، فاذا اخذتم هذا ايضا من امام وجهي واصابته اذية تنزلون شيبتي بشر الى الهوية. فالان متى جئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه، يعني انا لو روحت، ده يهوذا بيتكلم لأبويا ومش معايا أخويا الصغير وروح أبونا فيه، يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهوي. يبقى احنا جنين على أبونا وموتناه وذلناه في آخر أيام فاحنا مش هنروح. وخلي بالكم الطلب من الأولاني إيه من يهوذا، مش بيقول سامحنا، الطلب الحكيم بتاع يهوذا كلنا نفضل عندك عبيد، محدش يروح. خلينا كلنا عبيد. لأن مش هنقدر نروح من غير بنيامين. هو برضه حس إن يوسف طيب ممكن يتغلب بحاجة. لما قال له لا نسيب بنيامين قال له مش هينفع، ما نقدرش نروح من غير الولد. لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا إن لم أجيء به إليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام. أقولها لكم بمعنى روحي. الواحد ممكن يقف قدام ربنا يقول له ما مش هروح السماء غيره معايا فلان. فاهمين المعنى؟ يعني ما تقبلنيش من غير فلان. يعني تصل الشفاعة ان الواحد زي ما قالها بولس كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل انسبائي. يعني ممكن الواحد يصلي يقول له يا رب فلان لازم يدخل السماء، لازم تقبله، لازم ترجعه، انا مش عاوز ادخل السماء من غيره، لازم ايدي في ايده، لازم افرح ابويا بيه. فاهمين المعنى؟ فيهوذا هنا بيقوم بدور شفاعة جميل. قال له انا ما اقدرش اروح لابويا من غير اخويا، ما اقدرش اروح لربنا اقول له فلان ضاع، ما ينفعش. ده دور الشفاعة، ده دور الاخ الاكبر، دور الخادم اللي حاسس بمسؤولية عن اخوه الصغير حتى لو كان غلط، لكن ما يقدرش يروح من غيره فيفضل يشفع فيه عشان يروح بيه. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام. قال له طب أنا مكان عبدا لسيدي ويصعد الغلام مع إخواته. قال له أنا أفضل خدامك وروح بنيامين مع إخواته. شوفوا بقى اتقلبت الآية خالص. هنا يوسف عمال يسمع ويفكر، بقوا مستعدين يحطوا نفسهم مكانه بنيامين، بس بنيامين يطلع براءة. مش بقى يقولوا خلاص احنا مالنا جت في بنيامين، لا ده هم خايفين جدا على ابوهم، ودي ريحت يوسف قوي،
وكمان خايفين على بنيامين، ودي بسطت يوسف قوي. عارف ان هم ايه؟ عقله وتابوا وفاقوا وقلبهم اتصلح. لاني كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي؟ قال انا مش هقدر اشوف ابويا في الحاله دي، انا خليني عندك وخليه هو يروح. فلم يستطع يوسف ان يضبط نفسه. دي ثالث مره، خلي بالكم. اول مره شافهم دخل جوه وعيط، لما شاف بنيامين ما استحملش تحول وبكى. المره دي لما يهوذا قال لك الكلمتين اللي فيهم حب وفيهم شفاعه وفيهم خوف على ابوهم وفيهم حرص على بنيامين قبلهم كلهم، الصغير قبلنا كلنا، لم يستطع ان يضبط نفسه، ما قدرش يمسك مشاعره لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: اخرجوا كل انسان عني، يعني طلعوا كل المصريين والعبيد، سيبوني لوحدي مع الناس دول. فلم يقف احد عنده حين عرف يوسف اخواته بنفسه، يعني لما كشف نفسه لاخواته عشان ياخدوا راحتهم في المشاعر والعتاب والكلام، طلع كل الناس بره، قال لهم سيبهم لي لوحدي، اقفلوا علينا. فاطلق صوته بالبكاء فسمع المصريين وسمع بيت فرعون. يوسف بيعيط، يا نهار ابيض، رئيس الوزراء بيعيط، موضوع كبير قوي. طبعا هو مش فاهمين الراجل ده بيعيط ليه، لكن احنا كمان مش فاهمين هو بيعيط من الفرح ولا بيعيط من الحزن ولا بيعيط من التأثر. وقال يوسف لاخواته: انا يوسف، احي ابي بعد؟ ما قالوا لك حي، هو دي اهم حاجه شغلات، صحيح ابوي عايش؟ فلم يستطع اخواته ان يجيبوه لانهم ارتاعوا منه. طبعا هم بقى ايه، وقفوا كده مذهولين ومرعوبين، وحاجه ابقى اعجب من اي تصور، ومحدش فيهم كان يتخيل، فحتى مش قادرين يجاوبوه على سؤاله بابا عايش ولا لا. فقال يوسف لاخواته: تقدموا تقدموا. عارفين اللي بنقولها في القداس، يبقى الواحد خايف يقرب من ربنا، يقول له لا تقدم، انت عامل عامله صحيح وانا عارف، بس تقدم برضه ما حصلش حاجه. تقدموا الي، يعني ايه؟ هم خايفين يقربوا منه، مش عارفين ده بقى يطلع سيف ياكلهم كلهم ولا هيعمل ايه. تقدموا الي فتقدموا، فقال: انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر. والان شوفوا بيوفر عليهم حتى الاعتذار والتذلل. لا تتأسف، بلاش سوري، ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا، يعني ما تقعدوش تقولوا له احنا اسفين، وما تندموش وتتغاظوا من نفسكم ان انتوا بعتموني في مصر، لانه لاستبقاء حياه ارسلني الله قدامكم. طيب قوي يوسف ده، مستكتر عليهم يعتذروا، مستكتر عليهم يقولوا له احنا اسفين. طبعا اسفين ايه ده، اسفين دي ما يعني ولا الف مره اسفين. مستكتر عليهم يتغاظوا من نفسهم انه عملوا كده، قال لهم لا تغتاظوا من انفسكم ان انتوا بعتموني. بصوا الحكايه غير كده، ربنا كان قاصد يستخدمني لاستبقاء حياه. لاستبقاء حياه يعني ايه؟ يعني ربنا كان له خطه اكبر كتير قوي مني ومنكم. ده مصر كلها وكل الشعوب اللي حواليها كان لازم تعملوا كده فيا عشان اوصل للمكان ده، عشان يبقى في حياه في البلاد دي. فالموضوع اكبر مني ومنكم، واخطر من غلطتكم وغلطتي. ده في خطه اكبر كتير قوي من كده. ده موضوع مهم، ان في احداث تبدو في حياتنا فيها لخبطه وفيها عشوائيه وفيها اذيه، وكان ممكن الظروف تمشي احسن من كده كتير، وكانت التوقعات افضل من كده، لكن تكتشف مع الايام ان كل ده عشان في رساله اسمها استبقاء حياه. في موضوع اخطر كتير قوي من ان المشكله تتحل في يوم ولا في سنه، من انك تدخل الجيش ولا ما تدخلش، من انك انت تجي لك القضيه ولا تطلع براءه. في موضوع اخطر، انت وراك رساله اهم، استبقاء حياه. فلما تبص لها كده وتكتشف ان ربنا بيستخدمك لحياه ابديه للناس اللي غلطوا في حقك دول، تقول لهم ما تزعلوش، بالعكس، ده انا بشكركم على اللي عملتوه فيا، لان لولا اللي انتوا عملتوه ما كنتش هبقى رئيس وزراء، وما كنتش انا هتسبب في حياه كل الشعوب دي. لكن طبعا فيها اتضاع شديد جدا، ان هم مش عارفين يقولوا ايه، وهو اللي بيوفر عليهم الكلام ويقول لهم لا تتأسفوا ولا تغتاظوا من انفسكم. تصوروا المسيح من محبته تيجي تتوب وتنصحك قصاده،
يقول لك حبيبي ما تقولش سوري أنا مسامحك. تقول له يا رب أنا مش طايق نفسي، يقول لك لا ليه، لا ما تتغص، أنا سمحت أنك تقع لكن أنت رجعت خلاص. يعني مش مستكتر حتى أن احنا نعتذر، لأن للجوع في الأرض سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. يبقى حصلت القصة دي بعد قد إيه؟ سنتين من القحط، ده لسه خمسة كمان. فقد أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض. شوفوا يوسف فهمها بطريقة تانية خالص. قال لهم شوفوا أنا وأنتوا كنا هنموت هنموت، لأن الجوع ده ما كانش لوش كبير، وكان هيجي علينا أنا وأبوكم وعيالنا كنا هنموت. ربنا عمل ده كله عشان أوصل للمكان ده، وحوش ده كله عشان أجيبكم وأكلكم، وإلا كنا كلنا هنموت. شوفوا لما الإنسان يكون روحاني وشايف ربنا بيشتغل، عمره ما يلوم إنسان على حد، حتى غلطات الناس اللي حواليه يقول ترتيب ربنا، يقول ربنا رتب كده. طب والدكتور اللي غلط، ربنا كان عاوز كده. طب والحادثة اللي حصلت، طب وتقصير فلان، طب ربنا كان بيرتب، هو بيعمل حاجة، هو قصد حاجة. فهنا بيقول لهم ربنا ورا الكلام ده، هم مخطئين من راسهم لرجليهم، لكن هو بيقول لهم مش دي القضية، في قضية أهم، ربنا هو اللي بيرتب، حتى بأخطائكم بيرتب حاجة حلوة. أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض ويستبقي لكم نجاح عظيما. الآن ليس أنتم، شوف التعبير ده، أرسلتموني إلى هنا، بل الله. يقدر واحد في الزمن ده يروح السجن يقول مش فلان وفلان اللي عملوا فيه كده، ربنا اللي دخلني السجن؟ يقدر يقولها بإيمان ده؟ يقدر واحد يدخل في تجربة قاسية ويكون ليها ناس تسببت فيها يقول مش هم السبب، ربنا هو اللي عمل كده؟ وله غرض حلو، له غرض حلو. خلي بالكوا ابن اسمه ايه؟ منسى، لان هو برضو مش ناسي كل ايام الصعبة اللي بتاعت السجن وفوتيفار. ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله، وجعلني ابا لفرعون. هو حاسس يوسف دلوقتي مع ان يوسف صغير، ابو فرعون، يعني فرعون بيستأذن منه، ممكن اسافر؟ واخدين بالكم؟ هو يوسف اللي عارف كل حاجة، هو اللي مأمن البلاد، هو اللي على الجيش، هو كل حاجة. ففرعون عشان يتحرك لازم يسأل يوسف، فقال لهم قد جعلني ابا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل ارض مصر. كتر خيركم، اللي انتوا عملتوه هو اللي وصلني لكده. اسرعوا واصعدوا الى ابي. كلمه جميله قوي، بدل تبتم وفقتم وعرفتوا غلطتكم واعتذرتم، خلينا في المفيد، تعالوا نطلع. اسرعوا واصعدوا الى ابي، يعني بعد التوبه في ايه؟ في صعود. تعالوا نرجع لربنا، تعالوا نشبع بابونا اللي اتمرر بخطيتنا. اسرعوا واصعدوا الى ابي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلنا الله سيدا لكل مصر، انزل الي لا تقف. قال له اطلعوا جاري يقولوا لابويا يوسف مستنيك، ما تقفش، تعالى جاري. فتسكن في ارض جاسان وتكون قريبا مني انت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، واعولك هناك لانه يكون ايضا خمس سنين جوع لئلا تفتقر انت وبيتك وكل ما لك. وهو دعيونكم ترى وعين اخي ابن يمين ان فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون ابي بكل مجدي في مصر وبكل ما رايتم، وتستعجلون وتنزلون بابي الى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين اخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع اخوته. يعني غفران للكل، باللي كانوا عاوزين من اول مره يعملوا ايه؟ يموتوه بايديهم، ومع شوية شفاعة رموه في البير، وشوية شفاعة تاني دعوه. يعني في الأول كانوا عاوزين يذبحوه بإيديهم، وبعدين شوية شفاعة طب نرميه في البير ونسيبه يموت هناك، شوية كمان طب نبيعه خلاص ونخلص منه. وكل ده كان سمعه وكان شايفه ويعني بعينيه وبودانه، لكن كل ده اتمسح. قبل جميع إخواته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخواته معهم. أخيرا نطقوا بعد ما بسهم، قدروا يتكلموا، مش قادرين يتكلموا، وسمعوا الخبر في بيت فرعون، وقيل جاء إخوة يوسف فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. لأن يوسف محبوب جدا، لما عرفوا أنه طلع الأخوات بقى فرعون مبسوط، عاوز يعمل لهم حفل ويضيفهم، لأن يوسف ده مخلص مصر، مخلص العالم، فكل الناس بتحبه.
فهيكرموا عيلة يوسف اللي هم أساسا عبرانيين محتقرين عند المصريين، بس هيكرموهم عشان إخوات يوسف. إحنا كمان بنتكرم في السماء عشان بقينا تبع المسيح، لكن إحنا ملناش كرامة، لكن كرامتنا كلها على حسهم. وخذوا أباك، فقال فرعون ليوسف كل إخواتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا واذهبوا لأرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. فأنت قد أمرت، فين الأمر لما يكون فيه حب يعني؟ يقول له بالأمر يجوا، ما فيهاش فصال، لازم نكرمهم ولازم نريحهم. أنت قد أمرت، أول مرة فرعون يأمر يوسف، طبعا دي مجاملة من فرعون يعني، قال له بالأمر تجيب ناسك هنا عشان نريحهم. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم، طبعا أنتوا هتحتاسوا بالحمير والحاجات بتاعتكم، خذوا المراكب بتاعتنا اللي هي الـ زي الكارتات أو الـ اللي تشوفها في الأفلام القديمة دي، حاجات حربية كده زي عربيات النقل بتاعت زمانهم يعني، خذوا العربيات النقل بتاعتنا دي عشان تقدروا تنقلوا حاجاتكم بسهولة. احملوا أباكم وتعالوا ولا تحزن عيونكم على أساسكم، اوعوا تبص تستخسروا شوية الخيم والحاجات، كل ده كلام فاضي بالنسبة للخير، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. هنا النزول لمصر إشارة للراحة الأبدية. في ناس بتزعل على الدنيا، لكن الوصية إيه؟ لا تحزن عيونكم على أساسكم لأن خيرات السماء لكم. فاهمين المعنى؟ يعني أنت زعلان على إيه؟ شوية فلوس راحت منك، مركز راح منك، ده كل ده كلام فاضي. احنا قدامنا خيرات الأبدية كلها لينا. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب. وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب، وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، وعشر أتن أتان يعني حاملة حنطة وخبز وطعام لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخواته، خلاص ما بقاش في حساب بقى، فاهمين؟ كله هدايا. في الأول كانوا فاكرين بيدفعوا بتاع، طلعت الحكاية ربنا بيدي بدون حساب. وقال لهم لا تتغضبوا في الطريق. هم تابوا وفاقوا وعرفوا، بس حب يقول لهم كلمة مهمة، لا تعود تخطئ أيضا لئلا يكون لك شر. بس بدل معاكوا خير كتير، يمكن الشيطان ايه يوقعكوا في بعض، ما هم لسه فيهم عيوب برضه. قال لهم بس اوعوا اعملوا معروف تقعوا مع بعض في السكة، لا تتغضبوا في الطريق. احنا بنمشي في سكة ربنا، ربنا يوصينا ايه؟ انا هديكوا خير كتير قوي بدون حساب، بس اعملوا حسابكم، اهم حاجة ايه؟ حبوا بعضكم بعض. اما عن الخير والسماء والابدية كل ده ببلاش، لكن انتوا عليكم حبوا بعض. فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى يعقوب ابيهم، واخبروا قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل ارض مصر. فجمد قلبه لانه لم يصدقهم، قلبه وقف لما سمع، مش مصدق. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، قاعدين يوروا له بقى العز والخير وبتاع، بيقولوا بجد يوسف بجد عايش، هو مش قادر يصدق. وابصر العجلات التي ارسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب ابيهم. يعني كانه بقاله 20 سنة عيني مش عايش. فقال اسرائيل كفى يوسف ابني حي حي بعد، اذهب واراه قبل ان اموت. انا مش عاوز اكتر من كده، بدل حي اشوفه بس. عارفين الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، عيناي ابصرت خلاصك. سمعان الشيخ اول ما شاف المسيح قال خلاص كده مش عاوز حاجه تاني. فارتحل اسرائيل وكل ما كان له يعقوب يعني، واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لاله اسحاق. شوفوا بقى يعقوب العظيم ده، طبعا قلبه ملهوف جدا على ابنه، ومش معقول هيفكر في اي حاجه تاني غير انه هيشوف بعد ساعات او بعد ايام بسيطه ابنه اللي بقاله سنين بيبكي عليه كانه ميت. لكن وهو في السكه قال لهم استنى، وعمل مذبح ورفع ذبيحه لربنا، لان ابونا يعقوب خلاص بقى رجل صلاه، عارف مكانه المذبح وعارف قيمه المذبح، وعطل الموكب اللي هيشوف ابنه حبيبه اللي ملهوف عليه جدا. لا ربنا الاول، اصلي الاول، اقدم ذبيحه لربنا اشكره على الاخبار دي الاول. طب وابنك؟ هي يستنى، ان احب احد ابا او اما او زوجه او اولاد اكثر مني فلا يستحقان.
فكلم الله إسرائيل، أم ربنا رد على الذبيحة، لأنه أتاري يعقوب كان في حاجة جواه قلقة جدا. أبونا إبراهيم جده موصي إسحاق ابنه، وإسحاق موصي إبراهيم ما تسيبوش الصحر أبدا. فاكرين اللي درس معانا أبونا إبراهيم إنه تفضلوا في كنعان، وكنعان هي الميراث، وأجعل نسلكم كرمل البحر وكنجوم السماء، وهي دي المنطقة بتاعتكم. فربنا وعدهم إنه ما يسيبوش المكان ده. النهاردة يوسف ابنه حبيبه اللي نفسه يشوفه بيقول له تعالى هعززك وكرمك وورثك أرض فظيعة. فيعقوب بقى في حيرة شديدة جدا، مش عاوز يكسر كلام ربنا وعهده مع جده وابوه، وفي نفس الوقت الكلام مقنع جدا، وابنه الحبيب يوسف هو اللي بيقول له كده. فكأنه بيقدم الذبيحة ويقول له رب ارشدني انزل ولا لا، هي فيها لا، لو ربنا قال لا مش هنزل. طب وابنك؟ مش مهم، هيقول له دلوقتي. كان قايل لابراهيم هقولها برضه. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، ربنا نادى يعقوب في الليله دي، فقال انا الله اله ابيك، لا تخف من النزول الى مصر. يبقى واضح انه كان ايه؟ نفسه ينزل مصر بسرعه جدا لان ابنه هيشوفه، لكن خايف لا يكون بيعمل حاجه غلط، خايف يكون بيكسر عهد ربنا. شوفوا بقى بكده قلبه بقى حساس، لسه بيفكر يا رب انزل ولا لا، حتى المشوار ده اللي فيها تشوف ابنك حبيبك معلش. قال له لا ما تخافش حبيبي روح، لاني اجعلك امه عظيمه هناك. هنا المدام بتفكرنا انه زمان ربنا قال لابونا ابراهيم جده، قال له انا هسمح لنسلك انه يتذل في مصر او في البلد ويقعدوا 400 سنه وهطلعهم بايد قويه بعد كده. لكن ما كانش حد عارف هينزلوا مصر ازاي وهينزلوا امتى وعلى ايد مين. لكن هنا ربنا قال له ما تخافش انزل. اصبح يعقوب حياته شيخوخته شخص روحاني جدا، ما بيتحركش الا لما ربنا يقول، حتى في المشوار اللي قلبه بيهري عليه، لا لازم ربنا يديني اوكي، هقف قدام المذبح لغايه ما يرد عليا انزل ولا ما انزلش. فقام معلش مره يقول له يسوع، يقول مره يقول له يعقوب لانه هو نفس الاسم، انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. قال له بص ما تخافش انا هنزل معاك مصر، لان يعقوب كان دايما يقول له ايه، لن اطلقك لن اتركك مش عزيبك. فيوسف شارب من ابوه الحته دي، كان الرب مع يوسف، يوسف ما شافش ايد ربنا ابدا. فكان يعقوب ببساطه ايمانه خايف ينزل مصر يسيب ايد ربنا، لانه يعني لا يكون ربنا مش عاوز ينزل مصر، فانا مش هروح المشوار ده غير ربنا يجي معايا. فقال له لا لا هنزل معاك ما تخافش، من اما هتروح هروح معاك، وانا اصعدك. اصعدك دي بعدها ب 400 سنه. قال انا هنزل معاك مصر هقعد معاكم هناك وتتبهدلوا وانا معاكم، واطلعك على يد موسى بعدها ب 400 سنه. انا اصعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك، يعني ايد يوسف بالبركه هتتحط على عينيك لانه كانت نظره ضعف. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونسائهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله، واخذوا مواشيهم ومقتنعهم الذي اقتنوا في ارض كنعان، وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسل معه. بنوه وبنو بنيه معه وبناته بنات بنيه وكل نسل جاء بهم معه الى مصر. الجزء اللي فاصل بين 27 و 28 بيقول لنا مين اللي نازل بالظبط، عدد الناس اللي نازلين مع يعقوب. هو عدد يتعقب بالعشرات، يعني يعقوب جاب كم واحد وكل واحد معاه مراته وعياله، دول اللي نازلين. فارسل 70، فارسل يهوذا امامه الى يوسف ليرى الطريق امامه الى جسام. يهوذا سبع عشان يقول يوسف ان ابوك جه. ثم جاءوا الى ارض جسام، احنا هنخلص اهو. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جسام، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. حكى عمالة فيها وداع او فيها ترحاب مؤثر جدا، بكى على عنقه زمانا. التعبير ده وقع على عنقه هو نفس التعبير اللي قاله يسوع في مثل الابن الضال، يقول اذ كان لم يزل بعيدا
رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. يعني فيها اندفاع شديد قوي، وده نفس الشعور اللي ربنا بيقابلنا بيه بس احنا بنحس كأن ربنا متوحش الخاطئ. يعني لما الواحد بيرجع لربنا بعد سنين كان ميتا فعاش. يوسف بالنسبة ليعقوب ايه؟ كان ميتا فعاش، كان بالنسبة له كده. صحيح يوسف رمز للمسيح، لكن انا بتكلم عن يعقوب دلوقتي. يعقوب ده القيامة في يوسف، شاف يوسف الابن اللي مات وقام، فيقول له ايه؟ فقال اسرائيل ليوسف اموت الان بعدما رأيت وجهك انك حي بعد، انا كده مش تعب مش عاوز حاجة خلاص. ثم قال يوسف لاخواته ولبيت ابيه اصعد واخبر فرعون، اصعد واخبر فرعون واقول له اخواتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا الي. قال له معلش هطلع استأذن من فرعون ان انتوا وصلتوا، والرجال رعاة غنم فانهم كانوا اهل مواشي وجاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، فيكون اذا دعاكم فرعون وقال ما صنعتكم قولوا لعبيدك اهل مواشي منذ صبانا الى الان نحن وابائنا جميعا كي تسكنوا في ارض جاسان لان كل راعي غنم رجس للمصريين. كان الزراعه كانت ارقى من الرعي في الزمن ده، واخدين بالكم؟ فكان العبيد يسيبوهم يسوقوا المواشي، لكن كل المصريين كانوا اغنياء واصحاب اراضي، ارض مصر طول عمرها خصبه. وفي سفر التكوين يقول كجنه الرب كارض مصر، كان من كتر ما الخير في الارض. فهنا لان يوسف فاهم مش عاوز يختار لهم حته على مزاج فرعون، فقال لهم لما تجاوبوا فرعون وقالوا له احنا بتوع مواشي وشغلتنا الرعي وما نعرفش غير كده، فهيبعتكم على حته اسمها جسان، دي الحته اللي انا مرتبها عشان تعيشوا فيها بعيد عن المصريين ويبقى لكم مراعيكم وحالكم براحتكم. ان تقولوا عبيدك اهل مواشي منذ صبانا الى الان ابائنا وجميعا كي تسكنوا في ارض جسان لان كل راعي غنم ركس للمصريين. وحدث بعد هذه الامور انه قيل ليوسف هو ذا ابوك مريض. احنا طبعا عدينا كذا اصحاح في السكه، لكن انا هقول لكم حته صغيره مش مكتوبه هنا عشان 47 فيها موقف صغير كده عاوز اقوله. عدد 7 اللي معاه انجيل 47 7 يقول ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون. برضو دي حته جميله، يوسف كان مفروض يخجل من ابوه واخواته فقراء وبتوع رعي والعبرانيين محتقرين عند المصريين، ويوسف ده أبها رئيس وزراء، لكن يوسف بيحب اخواته جدا ولا يخجل منهم زي ما المسيح لا يخجل مننا انه يسمينا اخواته. فجاب ابوه العجوز اللي بيزك ده، لان هو بيعرج، انتوا عارفين ابوه بيعرج بقاله 40 سنة بيعرج من ساعة الليلة بتاعت عيسو. فدخل يعقوب عشان يعرفه بفرعون، يعني هو مش مكسوف من ابوه فرحان به. وبارك يعقوب فرعون، شوف العجب، يعقوب بارك فرعون لانه البركه عند يعقوب مش عند فرعون، ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف تسلسل ماشي كده. فالبركه بركه ابونا ابراهيم اللي طالعه من فم الله ماشيه في نسله في ولاده. ففرعون بص لهذا الشيخ الوقور العجوز جدا وانحنى امامه ياخد البركه، لان يبدو المصريين كانوا يحترموا السن. فقال فرعون ليعقوب كم هي ايام سن حياتك؟ هو الان دشدش خالص كده، فقال له هو انت جبت كام؟ عمرك كام؟ لانه كان زمان بيعمره فلقاه يعني عجوز بزياده. فقال يعقوب لفرعون، يعني فرعون فاكره هيقول له 300 500، ايام سن غربتي 130 سنه قليله، يعني ما تتغشش في منظري، هي ايام قليله بالنسبه لمعيار الايام ده بتاعتهم. كان 130 ده يعني راح في عز شبابه، لكن قال له اللي باين عليا ده لانها رديه قليله ورديه سن حياتي ولم تبلغ الى ايام سن حياه ابائي في ايام غربته. هنا في كلمتين حلوين قوي، اولا كلمه ايام غربتي، ما كانش يقولوا ايام عمري، لانه دول اللي علمونا ابراهيم واسحاق ويعقوب معنى كلمه غربه،
وبعملنا بولس كان بيتك على المعنى ده قوي في عبرانيين 11، ويقول فضلوا ساكنين في خيام لآخر عمرهم عشان يفضلوا غرباء، ورفضوا يستقروا في أي أرض عشان مستقرهم في السماء. فعلمونا يعني إيه الواحد يقول على عمره أيام غربتي، أنا غريب وعاوز أرجع بلدي، بلدي يعني السماء، وكل الأيام اسمها أيام غربة. قال له لا ما غشكش المنظر، أنا أيام غربتي 130 قليلة وردية. رضية ليه؟ لأنه اتمرر قوي يعقوب، اللي يعرف حياة يعقوب يلاقيها أيام فيها مرار كتير قوي أكتر من إبراهيم وإسحاق، قد تكون بسبب خطايا كتيرة اللي في أول حياته. يعني قعد يبكي 20 سنة على ابنه، رحيل المحبوبة ماتت وهي بتولد الطفل الثاني، ولاده ذلوه، يهوذا سوق سمعة العيلة خالص وعاشر مرات ابنه، رأوبيم اعتدى على شرف العيلة وخد جارية من جواري يعقوب أبوه، وقعوا مع أهل شكيم وطلع اثنين من ولاده دبحوا البلد كلها وبقت سيرتهم وحشة في كل حتة. يعقوب شاف أيام صعبة، يعقوب اتمرر في حياته كتير، فبان عليه العجز بدري من كتر الأيام الصعبة، لكن لسه محافظ على إيمانه. فقال له أيام غربتي 130 سنة قليلة وردية ولم تبلغ سن حياة أبائي. كان بالنسبة لهم البركة في العمر في الجيل ده، فكان بيبص دايما لإسحاق، إسحاق عاش 180 وإبراهيم 175، فبيقول له لا شكلي مش هجيب أبويا وجبني، لأنه أنا مش في بركتهم، أنا أقل منهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدع فرعون. ندخل بقى في إصحاح 48. هو ذا أبوك مريض فأخذ معه ابنيه منسة وفرات. يوسف قالوا له الحق أبوك مريض، طبعا ده شكله بيودع، فراح يوسف جاري خد ولديه وراح ياخد البركة. فأخبر يعقوب وقيل له هو ذا ابنك يوسف قادم إليك، فتشدد إسرائيل اللي هو يعقوب وجلت على السرير، يعني طبعا صحته تعبانة قوي، فعمل مجهود عشان يقعد بس يستقبل ابنه لأنه ما نايم خالص. وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في أرض لوز، في لوز في أرض كنعان وباركني. مين فكر هذه أمتى؟ لن أطلقك لن أتركك وباركه. وصحي ولما طلع النور قال يعقوب ساعتها قد رأيت الله، أنا شفت ربنا ونجيت نفسي، يعني ضمنت النجاة. فهنا بيقول لي يوسف يا ابني انا شفت ربنا، ربنا بتاعنا اله حي، اوعى تسيبه، اله بجد، انا باركني وشفت بعيني على ربنا يسوع المسيح. وقال لي ها انا اجعلك مثمرا. ادي بقى الكلام اللي احنا ما سمعناهوش زمان في الليله اللي صارها يعقوب مع المسيح، اجعلك مثمرا واكثرك واجعلك جمهورا من الامم واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا ابديا، رمز للكنيسه. والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قد لما أتيت إليك إلى مصر هما لي، إفرايم ومنسة كراؤوبين وشمعون يكونان لي. قال له بص يا يوسف، ولادك اللي اتولدوا وأنا بعيد عنك قبل ما أشوفك دول بدالك كأنهم ولادي أنا، هحطهم براس راؤوبين وشمعون، دول أول اثنين من الأسباط. فقال له إفرايم ومنسة هيتحطوا في الاسباط، فيوسف هيتقسم هيبقى سبطين مش سبط، فاهمين؟ يوسف المفروض يبقى سبط، يوسف هياخد كرامة سبطين بسبب حب ابوه ليه وبسبب حياته مع ابوه وامانته مع ربنا. اما اولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم. وانا حين جئت من فدان، حتى اسمها فدان، ماتت عندي رحيل في ارض كنعان في الطريق اذ بقيت مسافة من الارض حتى آتي إلى أفراط. أفراط دي جنب بيت لحم، قبر رحيل جنب بيت لحم لغاية دلوقتي في فلسطين. وعشان كده لما قتلوا أطفال بيت لحم كان في نبوة بتقول رحيل تبكي على أولادها. رحيل مين ده؟ رحيل دي قبل بيت لحم، قبل المسيح بألف ونص 2000 سنة. رحيل مدفونة في المنطقة دي وكل اليهود ولادها، ما رحيل دي مرات إسرائيل، فاهمين إزاي؟ فلما اتقتلوا اطفال بيت لحم وقت المسيح انطبقت النبوه اللي بتقول رحيل امهم العجوزه بتاعت زمان المدفونه هنا
بتعيط على اولادها. راحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين، يعني مش لاقي لها ولا عيل في الزمن ده. افراطة زي بيت لحم بالظبط، حتى اتي الى افراطة فدفنتها هناك في طريق افراطة التي هي بيت لحم. وراى يوسف ابني، راى اسرائيل ابني يوسف فقال من هذان؟ الراجل نظره ضعف فبيقول له مين دول يا ابني؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذين أعطاني الله هنا، فقال قدمهما إلي لأباركهما. وأما عين إسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخ لا يقدر أن يبصر فقربهما إليه. نفس الكلام ده كان حاصل قبلها بحوالي 70 سنة وقت عيسو لما جه يعقوب وابوه مش شايف عاوز ياخد البركة، بس يعقوب كان وحش ساعتها. فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما، بيحب ولاد يوسف طبعا. وقال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك وهو ذا الله قد اراني نسلك ايضا، يعني انا ما كنتش احلم ان انا اشوف وشك، النهارده ربنا بيوريني ولادك، كرامه كبيره قوي وفرحه كبيره قوي وشكر كبير في حياه يعقوب. قال اسرائيل ليوسف ثم اخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض. يقولها معلمنا بولس سجد على رأس عصاه. من حب الآباء للسجود، الآباء الأوائل إبراهيم كان معلمهم السجود وإسحاق ويعقوب ونشوف موسى بعد كده، كان لما يجي يطلب من ربنا لازم في أول الطلبة أو في آخرها يعمل سجدة. يعقوب دلوقتي بيموت ما فيهوش حيل حتى يقعد، كتبها العهد الجديد في عبرانيين 11 إنه سجد على رأس عصاه. إيه قيمتها؟ تؤكد قد كده الاباء لاخر لحظه في عمره حريص يسجد لربنا. يقولوا يعقوب القديس بقى، مش يعقوب ده، يعقوب اللي كتب رساله يعقوب، مات في وضع السجود. ازاي؟ الراجل ده كان بيحب السجود جدا، اللي هو اللي كتب رساله يعقوب، حتى يقولوا كانت ركبه كخف الجمل من كتر السجود. فلما اليهود في اخر حياته خدوه يرجموه، رموه من حته عاليه وابتدوا يضربوا عليه بالحجارة، فطبعا ده راجل كبير غاب عن وعيه والحجارة نازلة عليه وبيموت. لأولى ان جسمه متعود خد وضع السجود ومات في هذا الوضع. فاهمين المعنى؟ يعني في اخر لحظات سجد برضه عشان يروح السماء في هذا الوضع. فيعقوب كمان حريص على السجود في اخر لحظة. انا ساعات اتكسف جدا لما الاقي كاهن عجوز بيجهد عشان يسجد، اقول يا يعني ممكن يوطي، لا قد كده حريص انه يسجد قدام ربنا، حاسس ان دي ليها قيمتها عند ربنا. فمد واخذ يوسف الاثنين فان بيمينه عن يسار اسرائيل ومنسى بيساره عن يمين اسرائيل، حط منسى على جنبه اليمين، ما هو يوسف عارف الكبير والصغير فرصهم، فدخل منسى عشان يبقى ايد يمين يعقوب على الكبير وشماله على افرايم الصغير. واساسا يعقوب مش بيشوف يعني، ومش هيحط ايده كده ويصلي. فقام يعقوب عمل ايه؟ عمل كده. يعني اليوسف واعي وحاطط كل واحد في مكانه الطبيعي. قام يعقوب فاجئه انه لما جه يبارك قلب ايديه عمل صليب. كده لغايه النهارده لما نيجي نختار الحمل لازم نعمل كده، نعمل علامه الصليب ونشيل نبتدي نختار في الحمل. وكانت اليمين دايما رمز للبركه وللقوه، يمين الرب صنعت قوه. فمد اسرائيل يمينه ووضعها على راس افرايم وهو الصغير، ويسار على راس منسى ووضع يديه بفطنه. يعني هو مش مفوت، هو عارف بيعمل ايه. فان منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال الله الذي صار امام ابواي ابراهيم واسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر. خلي بالكم الله هو نفس الملاك، ملاك العهد اللي هو ربنا يسوع المسيح اللي كان بيظهر له، لان يعقوب شافه اكتر من مره. فبيقول له ربنا اللي رعاني والملاك اللي خلصني من كل شر يبارك الغلامين ويدعى عليهما اسمي، يبقوا ولادي انا مش ولادك انت يوسف، واسم ابواي ابراهيم واسحاق وليكثرا كثيرا في الارض.
يوسف كل قاعد يسمع البركة، طبعا دي بركة عظيمة جدا انه هيبقوا من الاسباط وهياخدوا بركة ابراهيم واسحاق، ما البركة هنا بتورث. لكن يوسف متغاز ليه؟ منسى اتظلم، منسى الكبير بياخد بركة الصغير كده. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس إفرايم ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس إفرايم إلى رأس منسى. من غير ما يقول له كده حب يشيل إيده ويحطها على رأس، هو راجل عجوز، يحطها على رأس منسى عشان تنظبط الحكاية بالإيدية. وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: علمت يا ابني، علمت. هو أيضا يكون شعبا، وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه. أتاري البركة دي مش حاجة عشوائية، ده في اللحظات دي الأباء البطاركة الأوائل دول بنسميهم البطاركة كانوا بيشوفوا المستقبل كله. فهو مش بيبارك عشوائي كده، قال له لا، أنا شايف ربنا مرتبه شعب كبير، بس إفرايم هيبقى أكبر في الكرامة وفي الشعب. فأنا زي ما ربنا بيوجهني بقول. فطلعت الحكاية مش بكورية حرفية، طلعت ده كلام بتاع ربنا، خطة ربنا كده. وطلعت فعلا مع الأيام لما تدرسوا بقى بقية أسفار العهد القديم تكتشف إن إفرايم كان من أكبر أسباط إسرائيل عددا، أكبر من منسى. لكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهورا من الأمم. وباركهما في ذلك اليوم قائلا: بك يبارك إسرائيل قائلا، يجعلك الله كإفرايم. يعني إفرايم، ما هو إفرايم اللي بياخد البركة الكبيرة، يقولوا لما يدعو البعض كده بعد كده هيقولوا ربنا يباركك زي إفرايم من كتر ما بقت البركة مرتبطة بإفرايم. وكمنسة، يعني يبقى إفرايم قبل منسة. وقال إسرائيل ليوسف: ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض أبائي، وأنا وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك، أخذت من يد الأموريين بسيفي وقوسي. يعني إيه؟ يعني أنا أديتك نصيب أكتر من إخواتك بالجهاد اللي أنا جهدته والحروب اللي دخلتها. كل سنة طيبين. سيرة يوسف الصديق سيرة جميلة، أفضل ترجعوا تقروها تاني كل واحد لوحده النهاردة ولا بكرة. ويكفينا يعني الدرس الأساسي اللي في حياة يوسف، إزاي إن الأيام مهما كانت قاسية بيبقى لها رسالة في الآخر، وإن يوسف العبد السجين المذلول المهان المظلوم صار مخلص العالم ورمز للمسيح، وفرح وفرح كل الأجيال اللي وراه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.